أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين وعلى جميع انبياء الله المرسلين يقول الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي ايه ثانيه يقول المولى سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه واله وسلم الكريم في هذه الايام نلتقي بذكرى شهاده الامام الهمام علي بن ابي طالب عليه السلام الذي كانت شهادته في 21 من شهر رمضان المبارك سنة 40 للهجرة النبوية الشريفة وحيث ضُرب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجُرح في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان حيث صادفت ليله القدر ومن باب من باب الاشاره هي ليست من باب الصدفه وانما سياتي الكلام ان هذا الامر كان مدبر وكان مخطط له ان تكون الضربه في ليله القدر فالى ولي الله الاعظم الامام المسدد محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نرفع اسماء ايات العزاء بهذا المصاب الاليم والى الامه الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها. اريد في هذه الحلقه ان اتحدث عن نظره الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للموت، قضيه الموت. بدايه نقول الموت من الحقائق الثابته ومن الحقائق الملموسه وهو من المراحل التكامليه للإنسان فليس الموت فناء وإنما هو انقطاع للروح من هذا البدن بعض الناس بتفكر الموت هو فناء للإنسان هو فناء لهذا الجسد الذي يؤكل في التراب ويوضع في القبر ولكنه ابدا ليس فناء للانسان بما يمثله هذا الانسان من الروح فكل من افاض الله عليه نعمه الوجود لا بد ان يتجرع من الموت و ان ينتقل من عالم الدنيا الى عالم الاخره يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ف وخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ومع ذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى قد ميز بين قضيه الموت وقضيه القتل الموت شيء والقتل شيء اخر حيث يقول سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل قلبتم على اعقابكم لاحظ الايه الكريمه تقول افان مات او قتل والعطف في اللغه العربيه يفيد التغاير يعني لا يصح في اللغه العربيه ان يعطف الشيء على ذاته فالموت غير القتل حتى وإن كان كل منهما انقطاع للروح وانتقال لهذه الروح ولكن في الموت انقطاع للروح تدريجي وفي القتل انقطاع للروح دفعي فالقتل هو أشرف الموت ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال والله لالف ضربه بالسيف احب الي من موته على فراش لما يتعرض الانسان الى الاحتضار يحتضر الانسان ويتعرض الى شدائد نزع الروح خلاف القتل في القتل لا يتعرض الانسان الى شدائد النزع ولكن في الموت العادي يتعرض الانسان الى شدائد النزع والى المعاناه والى الاحتضار ويتعرض كما في الروايه هذه المساله ممكن ان يتعرض فيها الانسان الى شياطين يزينون له ويوسوسون له ويخوفونه ويراهبونه من الامور التي تعلق قلبه بها في الحياه الدنيا وهنا الانسان في اشد حالاته ولذلك اذا تبين هذا الامر ان القتل اعظم نقول ورد في وصيه امير المؤمنين صلوات الله عليه لابنه الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في وصيته التي اوصاه بها يقول: اعلم يا بني انك خلقت للاخره لا للدنيا. الانسان مخلوق للاخره وانما الدنيا هي دار ممر لا دار لا دار مستقر. يعني لا يستقر الانسان في هذه الدنيا من هذا المبدا المؤسس لكون الاخره هي الغايه دعا امير المؤمنين عليه السلام الى التجهيز والى التجهز والى الاستعداد والى التزود للاخره نتزود بماذا نتزود بزاد التقوى وكان عليه السلام ينادي المسلمين تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل واقلوا العرجه على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد خففوا وطاه التكالب على الدنيا تزودوا من التقوى لان الانسان لا يحمل من حطام هذه الدنيا شيء على الاطلاق وانما يحمل التقوى ويحمل الاخلاق ويحمل الاعمال الصالحه وكلما اكتسب من هذه الكمالات في الدنيا رفع الله له مقامه في الاخره لذلك فانه عليه السلام يدعون الى فهم حقيقه الموت ان نفهم حقيقه الموت انه باب الاخره ما هو الموت الموت هو باب الاخره لذا فمن تجهز لاخرته واعد لها فان الموت سبب من اسباب راحته بل هو الانفع له بل هو تحفه الهيه وهذا ما اوضحه سلام الله عليه باقواله الشريفه افضل تحفه المؤمن الموت افضل تحفه المؤمن الموت ما حدا يجي يقول مثلا والله ثقافه الموت وما بعرف شو ابدا وانما الانسان هو مخلوق للاخره وليس مخلوقا للدنيا لو كان الانسان مخلوق للدنيا لخلد في هذه الدنيا لرفع الله عنه الابتلاءات والامراض والعلل والمصائب ورفع الكوارث من هذه الدنيا لو كان مخلوقا للدنيا وانما الانسان مخلوق للاخره ولذلك حدده الله بحد وجعل له عد في حياته في عمره ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل تحفة المؤمن الموت. وفي حديث آخر يقول: الموت راحة السعداء. وفي حديث ثالث: ما أنفع الموت لمن أشعر الإيمان والتقوى في قلبه. لذلك كان الموت هو الراحة. والسعاده والتحفه الالهيه فكيف للمؤمنين كان الموت للمؤمنين راحه وتحفه وسعاده اذا كان الموت بهذه الصفات بهذه بهذه المزايا للمؤمن العادي فكيف لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يقول والله ما يبال ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه بل كان عليه السلام يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الصبي بثدي أمه الموت ليس فناء وإنما هو راحة وسعادة وتحفة إلهية سواء وقع الموت علي أو أنا وقعت على الموت وقد سمع أمير المؤمنين صلوات الله عليه من خاتم الأنبياء عن منزلة القتل في سبيل الله الموت حق يعني سبحان من أو توحد او تعزز بالقدره والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء الموت حق لذلك افضل الموت القتل اسمع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ماذا يقول عن منزله القتل في سبيل الله فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله عز وجل فليس فوقه بر، فإذا القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى في نظر الإسلام وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فوقه عطاء وليس فوقه فضل وكان عليه السلام يقول فوالله إني لعلى الحق وإني للشهادة لمحب كان عليه السلام الامام الشرعي المعصوم الذي يمثل الشرعيه في اقواله وافعاله وحركاته وسكناته وكان هو الذي قال فيه النبي علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار يقول امير المؤمنين عليه السلام واني لعلى الحق واني للشهاده لمحب وكان عليه السلام يقول ان افضل الموت القتل والذي نفس علي بيده لالف ضربه بالسيف اهون من موته على فراش وكان يدعو بالشهاده له ولاصحابه فكان يقول للاشتر لمالك الاشتر وهو من خلص اصحاب امير المؤمنين عليه السلام ومن حواريه كان يقول واني اسال الله بسعه رحمته ان يختم لي ولك بالسعاده والشهاده وهكذا كان ينظر امير المؤمنين عليه السلام الى الموت انه لا بد منه وانه السعاده وانه افضل الموت القتل وقد سعى صلوات الله وسلامه عليه منذ بدايه الدعوه الاسلاميه سعى الى الشهاده انظر الى مواقفه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكان الاستشهادي الاول في الاسلام حيث اجتمعت قبائل قريش وقبائل العرب الى على ان يقتلوا النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله الهجره فبات امير المؤمنين عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله الهجره بعد ان أوحى الله تعالى إلى نبيه أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة واجتمعت قريش بقبائلها وأفرادها أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يذهب دم النبي هدرا بين القبائل أمر النبي الإمام علي عليه السلام أن يبيت في فراشه فبات امير المؤمنين في فراش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وعندما دخلوا الى الدار وجدوا الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فكان الامام كانه الاستشهادي الاول الذي يريد ان يضحي بنفسه لاجل حفظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهكذا شارك امير المؤمنين في معارك الاسلام الكبرى مريدا للشهاده في معركه بدر في معركه احد في المعارك الاسلاميه الكبرى كان امير المؤمنين المشارك الاول والمدافع الاول شارك في كل المعارك الاسلاميه والغزوات عدا غزوه تبوك فقط والا المعارك الاسلاميه كلها كان الامام عليه السلام هو المتقدم في المع في المعركه وقد شكى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه لماذا لم يختارني الله سبحانه وتعالى للشهاده؟ شكى له هذه الشكوى بعد معركه احد. شكى له. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: ابشر فان الشهاده من ورائك. واخيرا وبعد صبر طويل دخل امير المؤمنين صلوات الله عليه مسجد الكوفه وقد شعر بعلامات الشهاده التي طالما انتظرها وطالما سعى لها باشتياق ومع ضربه السيف اللئيم على الهامه الشريفه راى الامام عليه السلام الباب الذي طالما انتظره يفتح فاطلق الامام عليه السلام تلك الصرخه المدويه التي صرخ بها منذ ان ضرب عليه السلام في مسجد الكوفه وستبقى هذه الضربه او هذه الصرخه مدويه الى يوم القيامه الا فزت برب الكعبه انه قصم برب الكعبه التي دحى الله سبحانه وتعالى الارض من تحتها في اول الخلق وهي بيت الله الذي فيه كان مبدا ولاده الانسان الكامل الا وهو الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انه اخبار بالفوز الفوز بالقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كان يتمنى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ان يقتل في سبيل الله انه احب اليه من ان يموت على الفراش وانه فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فكانت فكانت ولادته في بيت الله الحرام وكانت شهادته في بيت الله المعظم عظم الله اجورنا واجوركم بشهاده امير المؤمنين عليه السلام ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته بمحمد وال محمد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته